السلام عليكم البنات المتتبعات ديالي كي دايرين لاباس عليكم كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وما ناقصكم حتى شي خير يا ربي مع فيديو جديد مع الوصفات ديال المدرسه دابا الدخول المدرسي كلشي كيقلب على الوصفات الكوتي والانش بوكس هكا مازال ان شاء الله ونعطيكم اقتراحات منوعين ديال الغداء ديال الكوتي الوليدات لي ان شاء الله غادي ينفعوكم وشي حاجات اللي وصحيين اليوم ان شاء الله جيتكم بجوج اقتراحات ديال كاب كيك وحده بالشكلاط بمذاق اللي كيجي رائع وحده بالحامض مهم وصفات لي ان شاء الله غادي يعجبوكم جوج اقتراحات منوعين كاب كيك بالحامض اللي بواحد الطريقه كيجيو رائعين بواحد القرمشه فوق الكاب كيك كتجي خطيره من نسمه الحامض وهادو البنات بالشوكولا الوليدات كيحماقوا على الشوكولا جوج اقتراحات ساهلين اقتصاديين يعني وان شاء الله تعتمدوهم لوليداتكم البوت ديال المدرسه وينفعوكم حتى لو عندكم شي مناسبه ولا شي عراضه وبغيتو توجدوا الميني كيك خليكم ان شاء الله مع الفيديو مقادير وطريقه التحضير بالتفصيل و عجبكم الفيديو وكان كيعجبكم المحتوى ديال القناه ديالي ما ديرو جيم بارطاجيو الفيديو مع اصحابكم ومع العائله باش تعمل فائده وشجعوا المحتوى ديال القناه باش يزيد يستمر ونزيد ان شاء الله انشارك معكم وصفات اللي رائعه عليكم خليكم مع الفيديو غنبداو بالكاب كيك الاولى ديال الشكلاط غنحتاج فيها جوج بيضات جوج بيضات البنات الخليط ديال الكاب كيك كتعطيكم 12 كاب كيك داك الطاوه ديال الكاب كيك اللي كتحطوا فيها الكويرطات كتكون فيها 12 وحده كيجيكم الخليط هو هذاك كيف ما شفتوا في الاناء درت جوج البيضات غنزيد عليهم قبيصه ديال الملحه ساشي ديال الفاني غنزيد كاس قل ربع ديال السكر سنيده لان غنديرهم بدانا بدانا اصلا حلو الا كنتو غديروهم بالحليب ديروا كاس عامر ديال السكر سنيده الا درتوهم بدانا بحال اللي غنديرهم انا ديروا كاس قل ربع لان راكم عارفين اصلا دانا كيكون كي حلو طلعت البيض مزيان مزيان كيف ما تضاعف الحجم ديالو ولا اللون ديالو بيض غنضيف نص كاس ديال الزيت بالتدريج كنبقى نضيفو على دفعات وحنايا كنخلطو ديما العبار بالكاس اللي هو اللي كنمشي بيه على العبارات كاملين وحتى الدقيق صافي غنخلطو هنايا الا ما بغيتوش البنات الباطو هو كيجي الكيك خفيف وطالع لان البيض كيطلع كي الا ما بغيتوش تقدروا ديروا غير الطراب العادي ديال اليد وتضربوهم مزيان صافي خلطت الزيت حتى انسجم وهنايا غادي نزيد داناب انا درت هاد داناب هذا ديال الفريز فيه نسمه الفريز تقدروا ديروا داناب اي داناب بغيتو المهم يجيب الكاب كيك رائع كيشيف واحد المذاق ديال الفاني كيجي زوين بزاف هنايا البنات اللي ما بغاتش دير داناب بغات تعوضه بكاس قل ربع ديال الحليب حليب عادي صافي غنخلط مزيان حتى ينسجم وغادي نحيدو هنايا صافي غنحيد الباطو وغادي نكمل ان شاء الله غير بالفوي تقدروا ديروا هاد العمليه في مورينيكس المهم على حسب داكشي اللي موفر عندكم صافي هنايا غنبدا نضيف الدقيق بالتدريج غنغربل الكاس الاول ونزيد عليه صاشيه ديال الخميره ديال الحلوه وكنخلطوا هنايا البنات الكاب كيك السر ديال النجاح ديالو من الاسرار ديما كنذكرها معكم في الكيك ديما الدقيق واخا يكون ديجا مغربل عندكم عاودوا غربلوه باش ما كيهبطش هكايا كيهبط مهوي وديما تبعوا الخطوات اللي كنعطيكم في اي مرحله راه حيت كاين الاخوات اللي كيقول لكم ما كيصدقش ليا ما كيطلعش الكاب كيك ما انا غنعطيكم جميع الاسرار الفران الطياب ديالهم وكل شيء وتبعوا الخطوات هنا الكاس الثاني البنات ضفت كاس قل ربع خليت ربع في الكاس تنشوف هكا عيني ميزاني لان الخليط ديال الكاب كيك باش يجيكم هكا مقبب وطالع من الفوق الخليط خصو يكون ثقيل شويه باش ما يطلعش ويسيح ليكم هكا مع خاصو يكون تقيل عليه الخليط الكيك العادي نتوما شوفو هنا ركن كنهز معكم صافي هنايا شاط لي ربع كاس هز لي كاس وكاس قل ربع صافي هنا غنقص واحد الكميه تقريبا واحد شويه اللي غادي نزيد فيه الكاكاو باش غنزين به الوجه ديال هاد الكاب كيك كتنقصو غير غير ربع ديال الكميه ديال الخليط عندي في اناء اخر وكتزيدوا ليها ساشي ديال الكاكاو المر ولا معلقه كبيره ديال الكاكاو المر صافي باش كنديروا داك اللون اللي كيجي رائع صراحه كيجي مذاق ديال الشوكولاطه والفاني وبالخصوص هاد الكاب كيك ديال داناب كيجي فيه واحد المذاق رائع غير جربوه ان شاء الله صافي خلطت مزيان كيف ما شفتوا هنايا لان زدت الكاكاو بحال قال الخليط شويه بالعكس كل ما كان الكاب كيك ثقيل شويه كل ما كيجي طالع وكيجي ناجح غير يعني عاوتاني ما تقلوش بزاف يجي مدقص المهم راه وريتكم القوام ديالو كيفاش خاصو يكون وراه حتى كميه الدقيق مضبوطه صافي هنايا خديت هاد الكويغطات هادو هادو كيكونوا قاصحين ما تحتاجوش كاع ديروا ليهم ديك الطاوه ديال الكاب كيك باش من غير الا كانوا عندكم دوك دي الكويرطات ديال يعني الرهاف اللي الا عمرتوهم غيسيحوا فهادو كديرهم في الطاوه ديال الكاب كيك انا خديت هاد الكويغطات هادو كتعمرهم كتخليو انا هنا عمرت النص لان مازال غنزيد الربع ديال داك الخليط ديال الكاكاو ديما البنات باش يجيكم الكاب كيك طالع ومقبب كتعمروا دوك الكويغطات كتخليو غير الربع ديالهم اللي خاوي داك الربع الجهد فين غطلع الكاب كيك وكتكمل داك الطلع ديالها لفوق وكتجي مقببه وطالع الا خليتوها هكا في النص يلاه صافي غيجيو هما هادوك على قد دوك الكويغطات انا عمرت النص كيف ما قلت وغادي نزيد كميه من داك الخليط اللي درت فيه الكاكاو باش غادي يبقى غير الربع ديالهم اللي خاوي صافي هنايا وزعت الخليط الابيض كامل بالتساوي كيف ما شفتوا عمر لي البنات تسعود ديال الكويغطات وهنايا غادي نزيد نكمل داك الشويه اللي بقى بهذا الخليط ديال الكاكاو كديروه من الفوق شاهد هاد واحد معلقه كبيره كديروها فوق كل كل وحده كديروا معلقه كبيره من الخليط اللي فيه الكاكاو وعاد غنوريكم واحد الطريقه اللي غادي نزينها بها باش كتجي واحد كيجي على شكل بحال كيك الرخام كيجي واحد الزواق هكا فيه من الفوق هاد الزواق وهذا الشوكولا وهذا الشيء كيزيد حتى يفتح الشهيه الوليدات ياكلوا لينا هاد الشيء راه المرات انا شخصيا كندير لوليداتي الكاب كيك كندير لهم الكوتي ديالهم من اللي كيرجعوا للدار كنلقاهم ما كلاش. مثلا كلاو غير شي حاجه وخلاو كل ما زوقتي ليهم ودرتي ليهم الشوكولا الشيء زوين كيفتح لهم النفس باش يفتح لهم الشهيه باش ياكلوهم مهم كيف ما البنات هنايا خديت واحد الكيغدو وكان بحال لا كنا نتو مشو الطريقه كنخلط كنطلع داك الخليط البيض فوق من الكحل باش كيجي كي داك الزخرفه ولا كيجي داك الكيك بحال الرخامي كيجي كي الشكل ديالو صراحه زوين طريقه سهله كتهزو دوك الكويغطات ديالكم وكتخلطوا بحال لا كتخلطوا هكا داك الخليط البيض مع الكحل طريقه سهله كيجي كي صراحه الكب كيك رائع وكتجي فيه نسمه الفاني غالبه لان فيه داناب وفيه الفاني كيجي مذاق رائع وانتوما كيبغيو أنا اقتراحات كنشارككم داكشي اللي كندير مع وليداتي والاقتراحات اللي كنوجد ليهم وانتوما راه كديروا عاوتاني على حساب داكشي اللي توفر لكم وهنايا البنات خديت هاد الفيرميسيل بحال الفيرميسيل ديال الشكلاط راه كيتباع خديت هاد# هاد الطويصه هادي بخمسة دراهم خديت صراحة بزاف تشكيلات باش كل مرة نوع بهم الوليدات هاكا في الكاب كيك دابا يا غن# هنا يا إما إيه غديرو داك الشكلاط ديال الكوكيز من الفوق يا يعني اما كديروا هادو ولا فيرميسيل ولا اللي بغيتو ولا تخليهم غير هكاك اصلا غادي يطلعوا غيبانو راهم فيهم الشوكولا بهذا الشكل هذا وهنا غندوز معكم الفران اللي طريقه الطياب مهمه وضروريه هنا راه ملي بديت يلا بديت نوجد الكاب كيك شعلت الفران على 200 درجه الفوق والتحت الفوق والتحت على 200 درجه درت تقريبا دير واحد نص ساعه ديال الوقت وخليوه يسخن ملي كتساليو الخليط ديالكم ديال الكاب كيك كيكون الفران سخون مزيان كتدخلوا الكاب كيك ديالكم وكتخليوه شاعل الفوق والتحت على 200 درجه بحال كيوقع داك لو شوك كيطلعوا دغيا كيتحمروا كي كيطلعوا وما كيهبطوش داكشي باش كيجيو بون بي طالعين وكيجي الطياب ديالهم زوين هذا هو السر البنات وتقريبا واحد عشرة دقائق كيبانوا لك طلعوا وحمارو من الفوق وكيطيبوا من التحت ومن الفوق في دقه واحده صافي البنات هنا غندوزوا الكاب كيك الثاني ديال الحامض في اناء درت جوج ديال البيضات قبيصه ديال الملحه ساشي ديال الفاني كاس قل ربع ديال السكر سنيده لان غنزين ديك القرمشه اللي غتكون من الفوق غنديرها بالسنيده ما نكثروش الحلاوه كاس لا روب كافي وهنايا خديت حامضه اللي غادي نحك القشره ديالها حاولوا البنات ملي تحكو القشره ديالها دوزو غير على ديك القشره الفوقانيه انا ما الحامض الصفر اصلا الحامض دابا ما شاء الله راه داير الثمن خديت غير هذا الخضر هذا حتى هو صراحه فيه واحد الريحه رائعه كتجي زوينه المهم غندوز غير على ديك القشره الفوقانيه كيف ما شفتوا باش كتجي ديك النسمه الحامض رائعه في الكاب كيك ولا كاع جاكم الحامض غالي ولا ما توفرش ليكم ديروا غير نكهه الحامض معلقه صغيره غير هو ديك التقرميش اللي غندير في الاخير فوق من الكاف كيك ضروري خاصها قشره حامضه صافي هناك طلعت البيض مع السكر والحامض والفاني وقبيصات الملح حتى تذوب الحجم الخالط وهنا غندير نص كاس ديال الزبده دايبه تقدروا ديروا نص كاس ديال الزيت الا ما توفرش الزبده ولكن بالزبده كيجيو كي احسن كيجي رطبين وكيجي مذاق زوين المهم نص كاس ديال العنبه ديال الزبده اللي مدوبه دوبوها عاد عبروا نص كاس صافي كنخلط هكا مزيان حتى هي ضفتها على دفعات هكا بالتدريج وحنا كنخلطو وكنخدموها مع البيض مزيان شوفو الخليط كيجي صراحه ابيض وكيجي بحال شي كريمه طالعه ملي كتطلعو البيض كيجيو حتى الكاب كيك خفافين وما مدقصين صافي هنايا بعد ما خلطت مزيان خديت هذا الفوي ولا الخلاط اليدوي وغنزيد كاس ونص ديال الحليب نصيطرو ديال الحليب النص ديالو مهم نصيطرو في ثلاثة الكيسان كديروا رابعة ديال الحليب إلا عندكم تعبروا عبروا رابعة الحليب مهم أنا عبرتها معكم كاس العنبة كاس ونص ديال الحليب وهنا غنضيفو الدقيق بالتدريج هنايا راه غربلت الكاس الاول خدمو دائما واخا نعطيكم انا كميه الدقيق مضبوطه ضيفوها بالتدريج لان كيختلف على حسب حجم البيض نوعيه الدقيق مهم نتوما ديروا بالتدريج ما ديروش في دقه واحده هذا الكاس الثاني اللي غربلته هو كنخلطو مزيان حتى كينسجم وهذا الكاس هنا هنايا البنات وقعت ليا واحد الحاجه فهاد الكيك الحامض شحال من حاجه كيوقعوا شي طرائف في, في التصوير راه بعض المرات كتوصل بك الحاجه صافي كتضيع كترميها هنايا البنات درت الدقيق ونسيت الخميره عمرت الكويغطات طات وساليت يلا هزا ديك الطاوه ديال الكاب كيك غندخلها للفران وانا نتفكر راه ما درتش الخميره رجعت خويت دوك الكويغطات كاملين عاوتاني في, في الاناء وعاد زدت الخميره وعاد رديتهم يعني بعد المرات والله زعما واحد التعب وقع عليا في هذا الكاب كيك ديال الحامض نتوما <applause> البنات غتلاحظوا في واحد اللقطه انني عمرت كويغطات بيضين وفي الاخير درت كويغطات اللي درت ديال اللي بحال اللي درت في الكاب كيك ديال الشوكولات المهم هنايا راه درت ثلاثه الكيسان ديال الدقيق خاصني ندير خمارة ديال الحلوى البنات مع الدقيق انا هنا نسيتها ديروا البنات مهم القياس ديال الدقيق ثلاثه الكيسان اللي هز لي يقدر يهز لكم ثلاثه قل من ثلاثه الكيسان ولا ثلاثه الكيسان على حسب نوعيه الدقيق وكديروا معهم خمارة ديال الحلوة ومن بعد ملي كتسالي الكاب كيك ديروا الطحين والخميره صافي عاد كتضيفوا عصير ديال الحامضه كتخليوها هي اخر حاجه عصير ديال الحامضه اللي حكيت القشره ديالها في الاول مع البيض كتعصروها مهم الا كان الحام هاد الحامضه ما فيهاش الماء الا كان الحامض ديالكم فيه الماء غديروا غد غير نص حامضه مهم غير ربع ربع كاس ديال عصير الحامض الا كانت بعض المرات كيكون كي الحامض فيه الماء حامضه كتعمر لينا نص كاس مهم ربع ربع كاس ديال عصير الحامض كتضيفوه هو اخر حاجه حتى كديروا الدقيق والخميره وكل شيء صافي كنخلطو مزيان حتى كينسجم لينا البنات الحامض مع الخليط وكندوزو نعمروا الكويغطات هنايا البنات انا راه عمرت الكويغطات وعاود تخويتهم وعاد كندير الخميره ديال الحلوه انا كنت باغا نحيد هاد اللقطه في المونتاج ولكن قلت غنخليها باش تعرفوا راه كل شيء تقدر اي وحده توقع عليها واللي فايته دارت الكيكه ونسات الخميره تكتب لي في التعاليق هنا البنات راه كنت عمرت الكويغطات ودزت نوجد معكم ديك ديك الطبقات المقرمشه اللي كتجي من الفوق ديال الكاب كيك هنا كنت باقا معاود درت لهم الخميره المهم هنايا البنات حكيت قشره ديال حامضه وغنزيد عليها واحد جوج معلقات ولا ثلاثه المعالقات ديال السكر سنيده مهم وكتخلطوا هذيك قشره حامضه مزيان مع السنيده حاولوا تخلطوها وتمعكوها قبل بالمعلقه معكو داك الحامض حتى ديك السنيده دا كتشرب ديك النسمه الحامض كتولي ديك السنيده بمذاق الحامض صافي خلطوا مزيان مزيان هنا في الورقة كنت كنخلط معكم غيب شوية ومن بعد حطيت زلافة ومعكتها مزيان مزيان هنا لا لاحظتوا الكويغطات راهم تبدلوا لأن فش ودار الله قبل ما ندير السنيده لان كو كنت درت السنيده راه صافي ما غيصلحش عاد نعاود نخوي الكويغطات وندير فيهم الخميره هنايا راه يلا بغيت ندير السنيده وهي تبان ليا الخماره باقا حدايا عاد حيد دوك الكويغطات البيضين رديتهم في الاناء وزدت الخميره وعاد هنايا عاود تعمرتهم مهم نتوما ما تخربقوش معايا كديروا الدقيق كديروا خماره ديال الحلوه كتعمروا الكويرطات ديالكم وكدوزوا توجدوا هاد السنيده والقشرات الحامض اللي كيف ما شفتوا الطريقه معكم وكديروا معلقه صغيره فوق من كل كتوزعوا ديك معلقه صغيره على داك الوجه ديال الكاب كيك كامل كتديروه باش كتجي واحد النسمه الحامض فوق من دوك الكاب كيك واعره هنايا الكاب كيك ديال الشكلاط ها هما طابوا كيجيو طالعين كيجي, كيجي فيهم واحد الريحه رائعه كيجيو زوينين بزاف صراحه بدانا بديك النسمه الفاني وهنا غندخل الكاب كيك الثاني ديال الحامض طريقه سهله البنات هنايا راه عمرت هذوك دي لي ديال الكاب كيك وشاط هي الخليط في واحد عندي مربعين اللي كنت شاركت معكم الفيديو اللي فات بهم الكاب كيك عمرت بهم وحيده وها هي النتيجه كيجيو ورائعين رائعين لكم الريحه الحامض كتعطي في الكوزينه كتولي ريحه الحامض واعره في الكوزينه مع ديك ملي كيبداو يطيبوا في الفران كتعطي ريحه الحامض كيجيو مشققين وكيجيو واعرين واخا ما الخميره حتى خرجت النتيجه رائعه شوفوا تبارك الله كيجيو من داك الشيء والمذاق كيجي رائع ان شاء الله غير جربوا هاد الطريقه هذه وبالخصوص هاد هاد ايا ديروها حتى في الكيك العادي البنات اللي بغيتو هاد القضيه ديال السنيده والحامض من الفوق كيجي المنظر ديالها زوين وفي الخليطه البنات راه درت غير كاس قله ربع ديال السنيده دي يعني كيجيو ناقصين حلاوه مع ديك الحلاوه اللي كتكون الفوق كيجيو هما هادوك صافي هما الكاب كيك ديالي كتوجدوا هاد الكميه ديال الكاب كيك الا عندكم هكا جوج الوليدات راه تقدكم تقريبا حتى الاسبوع لان ما كل نهار مهم انا وجدت كيف ما شفتو جوج كميات بالشوكولات او بالفاني باش كنوعو بهم انا صراحه وجدتهم باش نشاركهم معكم اقتراحات الوليدات ديال الكوتي ناخدهم كاملين ماشي غير الوليدات صراحه انا كيعجبوني هكا تأخدي وحيده في الفطور الصباح مع قهيوه ولا اتاي وكانوا هادو هما الاقتراحات ضروري مغنحلهم غنحلهم معكم باش تشوفوا الكاب كيك كيفاش كيجي من الداخل كيجي كي طايب من داكشي رفيع محمرين والمذاق الحامض انا الكيك المفضل عندي رقم واحد هو بالحامض كيجي كي خفيف وكتجي كي في يدك النسمه الحامض زوينه والوليدات راكم عارفين كيفضلوا كيف الشوكولا ما شوفوا تبارك الله كيجيو كي عالين وكتجي فيهم ديك التشقيقه زوينه وديك النسمه الحامض وكيجيو خفافين من الداخل يعني بحال اللي كتشريو على برا كيجيو خفافين وزوينين كونوا أكيدين غادي يعجبوكم ان شاء الله وهنايا غادي نحل معكم حتى كاب كيك من هدول اللي بالشوكولاط حتى هما كيجيو زوينين وكيف ما قلت لكم البنات هادو اقتراحات اللي كنشاركهم معكم هكايا يا لوليداتكم وحتى هكا عندكم شي عراضة كنبغيو نديرو هاد ولا شي مناسبة شي عيد ميلاد هاد الكاب كيك كيجيو صراحة زوينين واللي ما كينجحوش معاها غير تبع الخطوات وما ت... تجرب وتعود تجرب راه ماشي من اول مرة كتنجع معانا الحاجة مرة على مرة تكتعلمي وتوليت تبارك الله كلشي كينجح معاك معك هما كيجيو خفافين كتجي فيهم ريحة ديال داناب واعره كنتمنى الاقتراحات ديال اليوم ان شاء الله ينالوا الاعجاب ديالكم وتجربوهم ما تنساونيش من واحد اللايك اللي عجبكم الفيديو وخليو ليا في لي اي حاجه تبغيو تقولوها ليا خليوها ليا في التعاليق انا غنقول لكم السلام عليكم خليت لكم راحه الله ونتلاقاو فيديوهات جديده ووصفات جديده ان شاء الله